دائما ما كنا نسمع بمصطلحات تقسيم العالم في مادة التاريخ والجغرافيا، العالم الأول، الثاني، والعالم الثالث. وحتى كي كشميسرة مظهر من مظاهر الفساد والهمجية، نقولوا العبارة الشهيرة: أي وش راح تدير؟ هذه هي حالة العالم الثالث. وعلى بالي بلي جاك هذا السؤال في راسك ولو مرة، وش معنى هذا المصطلح؟ وله كاين هذا التقسيم؟ خليني نقولك عزيزي المشاهد بلي هذا الفيديو مخصص لك أنت، اللي راح نشرح فيه معنى هذه المصطلحات وأصلها ببساطة. تابع معي. اولا قبل ما نبداو لازم تدير في راسك بلي معاني هذه المصطلحات تختلف اليوم عما كانت تعنيه في السابق، واستخدمت هذه المصطلحات الثلاث بزاف خلال فتره الحرب البارده، وكان الغرض منها ببساطه تقسيم دول العالم حسب انحيازاتها بين القوى المتنافسه خلال الحرب البارده، واللي هي الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي. فدول العالم الاول كانت ترمز للدول المنحازه للولايات المتحده الامريكيه مثل دول حلف الناتو والدول ذات التوجه الرأسمالي والديمقراطي مثل بريطانيا، كندا، إيطاليا وغيرهم. أما دول العالم الثاني فكانت تابعة ومنحازة للاتحاد السوفيتي واللي كانت تتبنى التوجه الشيوعي الاشتراكي. أخيرا دول العالم الثالث واللي كانت غير منحازة لكلا القوتين، وعرفت أيضا بدول حركة عدم الانحياز ومن بينها الجزائر. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والمصطلحات هذه راح وقتها، وهذا الشيء اللي كان لازم يكون، ولكن لحد الآن ما زال هذا التقسيم، وما زلنا نسمع هذه المصطلحات عند الحديث عن دول معينة، ومثال على ذلك الدول الإفريقية ولا البعض منها، وهذا الشيء خاطئ وخليني أوضح لك. فمثلا دول العالم الأول، البعض يستخدم المصطلح للإشارة للدول المتقدمة والمتطورة، والسبب وراء هذا هو أن معظم الدول المتقدمة دول رأسمالية وديمقراطية تماما مثل الدول العالم الأول سابقا، وسميت بدول متقدمة تقدمها في المجال الاقتصادي، الصحي، التعليمي، التكنولوجي، كما تتميز أيضا بامتلاكها معدلات عالية في كل من الناتج القومي والدخل الفرد. أما مصطلح دول العالم الثاني، خلينا نقولوا باللي في وقتنا أصبح منقرضا، حتى وكي يستخدموه فالاستخدام تاعه مغلوط ونادر بزاف. أخيرا مصطلح دول العالم الثالث واللي ارتبط بالدول النامية اللي تزداد فيها نسبة الأمية، نسبة وفاة المواليد، تنخفض فيها معدلات التنمية البشرية، ترتفع فيها معدلات البطالة. لذلك نلقاو في هذه الدول كثرة هجرة السكان من الأرياف للمدن، وتعتبر من الدول الأقل نموا اقتصاديا في العالم، وغالبا ما نلقاوها تفتقر للاكتفاء الذاتي بسبب تخلفها الصناعي والفلاحي. وما تنساش أن ارتباط الدول النامية بمصطلح العالم الثالث مش صحيح، ومن المفترض يحبس الاستخدام تحت هذا المصطلح بعد نهاية الحرب الباردة. فلك أن تتخيل عزيزي المشاهد أن الصين ما زالت تصنف ضمن الدول النامية حسب منظمة التجارة العالمية على الرغم من التطور والمكانة الاقتصادية للصين، والصين تعتبر ثاني أقوى اقتصاد في العالم، ولكن لها دولة نامية وهي تعتبر من أكثر الدول تصديرا في العالم. يعود هذا الأمر لعدة أسباب، منها متوسط دخل الفرد المتدني ووجود فجوات كبيرة في البنى التحتية بين المدن والأرياف الصينية، وأخيرا غياب الاتزان بمعدلات التنمية البشرية. في الأخير نتمنى أن هذا الفيديو كان بمثابة الإضافة الفكرية لكم، ولمشاهدة المزيد من هذه الفيديوهات ندعوك عزيزي المشاهد للاشتراك بالصفحة وبقناتنا على اليوتيوب. دمتم في رعاية الله ومع السلامة.